انضموا إلينا هاتفيا يافطة الحبر جليل الأنبضانية لأسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس. أهلا بنيافتك معنا يا سيدنا. أهلا بكم، أشكركم على الأخبار اللي بتقولوها. كل سنة ونيافتك طيب وبخير، وحابين نعرف من نيافتك يا سيدنا آخر أخبار الإبراشية والاستعدادات اللي تم اتخاذها لعودة الأنشطة والخدمات مرة أخرى. طبعا هو حاليا على مستوى الدولة وربما على مستوى كثير من بلاد العالم يعني وطأة الكورونا بتخف شوية شوية، فإحنا ابتدينا نفتح قليلا بنسبة 50% حضور الناس المؤسسات والخدمات المتنوعة اللي كانت محرومة منها الناس طبعا، بس أحد اللي محرومين منها أكثر من سنة ونص. بقدر الامكان بنحاول نطبق الاجراءات الاحترازيه ونرجو انه الناس تلتزم بالاجراءات، تلتزم بالحضور بطريقه مناسبه، تلتزم انها تاخذ التطعيم عشان نقدر نكمل الفتره القادمه من غير اصابات اخرى، والا هنضطر لو زادت الحكايه نقفل تاني ونتضايق تاني. ودي ماشيه في كل الاوبرشيات، ودي التعليمات او ارشادات من قداسه البابا طوادروس دايما لما بيلاقي الدنيا فرصه ان الخدمه تزيد بتزيد وهكذا يعني. هاي حابين يا سيدنا كمان تكلمنا اكتر عن معهد المشورة القبطي الارثوذكسي واهم الانشطه والدراسات اللي بيقدمها المعهد، وازاي كانت الدراسه ماشيه في الفتره اللي فاتت؟ هو المعهد بقاله أكثر من 17-18 سنة، والدراسة فيه كانت سنتين، وبعدين يعني بإرشاد من قداسة البابا ابتدينا نطبق النظم العالمية اللي موجودة في المعاهد في العالم كله التعليمية المحترمة يعني، فابتدينا نعمله حوالي 4 سنوات بطريقة أبحاث وبطريقة علمية تبع الجامعات العالمية. والمعهد في سنوات دراسية وفي كورسات، يعني الكورسات اللي بيديها المعهد كورسات متخصصة متنوعة حوالي أكثر من 21-22 كورس. فالكورسات دي ليها فترة معينة وبتنتهي، يعني الكورس ياخد مثلا 3 شهور، كورس 6 شهور وهكذا. لكن الدراسة ممكن تستمر سنتين أو تكمل 3 أو تكمل 4. من ضمن الكورسات اللي سيدنا كرمنا هذه المرة الأسبوع الماضي كورس الآباء الكهنة، ده بيتاخد كل سنة بيحضروه الآباء الكهنة. طبعا الكورونا خدمتنا هذا العام لأن احنا كنا بنجمع الآباء وياخدوا الكورس حضور، لكن عشان الكورونا فاضطرينا نعمله اونلاين بالزوم، فبقت فرصه انه كتير من الاباء اللي موجودين على مستوى العالم كله يشتركوا فيه، اللي كانوا محرومين من الحضور لما كان حضور جسديا يعني. فحضروا حوالي اكثر من 103 كاهن اشتركوا في هذا الكورس. طبعا اللي جم اتكرموا عدد اقل كتير وهم بتوع القاهره وما حول القاهره، لان اللي جاي من بعيد او من خارج مصر صعب انهم يجوا. الكورس ده للاباء الكهنه، الكورسات دي الكورس ده لزوجات الكهنه، الكورسات دي مختلفه، كل كورس ليه هدف مختلف عن السنه اللي بيوصل رساله معينه، ممكن يوصل رساله هادفه اخرى. فكورس زوجات الكهنه برضه اشتركوا فيه عدد كبير من الزوجات، لكن الكورس اللي كان يهمنا جدا هو كورس المشير. كنت هسال نيافتك عنه ده يا سيدنا بالتحديد، لانه عجبني اولا فكره ان احنا بنحاول نخلق جيل جديد من اللي عنده خبره في المشوره علشان ده ينتشر في كل الكنائس. المشير ده بعد دراسه ال4 سنوات بتاعه المعهد المشوره يخصص في كورس ازاي يدرس كي يكون مشيرا، يعني ازاي يتناقش، ازاي يعالج وهكذا. بتستغرق سنتين تاني وبيتخرج يقعد سنه تحت التدريب، يلتزم بمشير قديم ويقعد معاه خبره لحد ما بعدها ياخد كارنيه عشان يبقى هو مشير. طب دول بينفعوا في الكنائس، يبقوا مساعدين للاباء الكهنه، ان الكاهن ممكن يحول لهم بعض الحالات اللي بتحتاج الى جلسات طويله وجلسات فيها دراسات للنفس البشريه والتعاملات وهكذا.
دول مفيدين جدا للخدمه بالكنيسه ومفيدين للمشاكل الاسريه بالذات، مشاكل العائليه، مشاكل تربيه الابناء وهكذا. اتخرج منهم حوالي اكثر من 20 واحد هذه الدوره، ودول اللي سيدنا بابا كرمهم، ودول عندنا امل كبير ان هم يفيدوا الكنيسه طبعاً في المستقبل. طبعا نيافتك تقول ايه للدفعات اللي اتخرجت سواء من اعداد الخدام او من معهد المشوره القبطي؟ يعني انا نفسي انه يخضعوا الخدمه بتاعتهم يعني الدراسه اللي درسوها يطبقوها عمليا، بس بطريقه روحيه وبطريقه متواضعه. يعني هم درسوا كتير، طبعا بتختلف التطبيق العملي من مكان الى مكان، ربما اللي درسوه بدراسه نظريه تحتاج الى تطبيق عملي، فينشروا هذا الفكر وهذا الفكر. احنا عندنا يعني كل اللي درسوا في معهد المشوره من ساعه ما اتعمل ما يزيدش عن 10 15000 واحد، بينما هناك كثيرين محتاجين، فاحنا محتاجين الامتداد الافقي سواء على مستوى الكنائس او على مستوى الابرشيات او على مستوى المهجر ايضا. فدي ده تحدي موجود قدامنا، ازاي ننشر هذا الفكر في الابرشيات الاخرى. في كثير من الابرشيات انشاوا معاهد للمشوره، وفي ناس درسوا فيها، وفي دفعات اتخرجت. محتاجين ننشر فكره اكثر في كل البرشيات الاخرى. محتاجين ايضا الى تحدي اخر، وهو ان احنا ننشر الفكره وسط البسطاء. يعني ربما اللي بيتعلموا دلوقتي هم مستوى معين من التعليم، يعني يقدروا يفكروا ويقدروا يتعاملوا وهكذا، لكن بينما هناك عدد كبير من في القرى وفي المدن في الاحياء الشعبيه يحتاجوا الى حل مشاكلهم بطريقه مبسطه. ده حقيقي، ده حقيقي. فدي برضه محتاجينها الى الدوار، تحدي اخر محتاج اليه. في النهايه سيدنا حابين بصلوات سيدنا وتشجيعه، امين. ده بقى له عده سنوات، سيدنا بابا بقى له عده سنوات بيكرم المتخرجين كل سنه بتوع المشوره، بنعمل هذا الحفل كل عام، وده بيحفز ان هم بعد ما يخلصوا عندهم ياخدوا الشهاده من قداسه البابا. طبعا طبعا. عايزين نعرف كمان من نيافتك يا سيدنا في ختام هذه المداخله، اخر الانشطه والزيارات الرعويه اللي نيافتك قمت بيها في الفتره الماضيه. هو زيارات الرعويه طبعا قليله خارج الابرشيه او خارج القاهره، لانه كورونا بتمنع الحركه، لكن عن طريق التليفونات والرسائل بنتعامل مع الكل. وطبعا داخل الابرشيه الفتره اللي فاتت كان في زياره لمعظم الكنائس وطبعا للخدمات واجتماعات وهكذا. نصلي ربنا انه تفضل الامور كويسه هاديه عشان نقدر نستمر في الخدمه، والناس تبقى تحضر للصلوات وتحضر الجلسات. امين.